أشاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وإيطاليا في المجالات العسكرية والأمنية. وخلال لقائه نظيره الإيطالي أعرب حجازي عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل المشترك بما يدعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه أكد رئيس الأركان الإيطالي على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.